بس عاش في إيطاليا وجيت لمصر سبب واحد إن راح نفوز بالكأس أفريقيا ونجيبها من مصر إن شاء الله. أنت جاي من إيطاليا يعني مشوار كبير من إيطاليا لمصر، دي أول مرة تتنقل ورا الترجي ولا جاي عشان قيمة البطولة كبيرة وخصوصا قدام الأهلي فالنهائي ممكن يكون ليه طعم تاني؟ احكي لنا كده بالظبط. لكن مش بس لك شنو معنى الانتماء وشو معنى جمهور الترجي. أنا عايش بإيطاليا وأنا عندي اشتراك سنوي اللي ما رحت به ولا مرة لتونس السنة، بس عشان انتماء الترجي وجيت لمصر عشان هذه الخامسة ولازمنا ناخذها. السنة ما يعني ما بديناش ما عملناش موسم باهي من الأول، لكن بعد أمنا برواحنا وجيت مع غير مدرب صرنا فريق ثاني وترشحنا لكأس العالم من غير هدية لا من الأهلي ولا من حدا. يعني والسنة بإذن الله راح نكسب الأهلي في مصر اللي ما صارش من 2007 مع فريق تونسي اللي هو النجم الساحلي. الأهلي ما بتخسرش في مصر، بس لازم تخسر. الأهلي مو أقوى من بير ليفركوزن. بير ليفركوزن 50 مباراة من غير ولا هزيمة، لا عملتها لا ريال مدريد لا المانسيتي لا برشلونة، وبالآخر خسرت 3 مع أتلانتا في أحسن في أكثر مباراة اللي لازم تقبلها. نعرف قيمة الأهلي. الأهلي هي فريق القارة وأقوى من أقوى فرق في إفريقيا. تو في الوقت الحالي في الأهلي في الدرج في سان داونز اللي طالع بقوة. غير ثلاثة أندية هذول لا ما في حدا، لا تقول لا الوداد ولا الزمالك ولا الأفريقي ولا ما حدا. هذول بيلعبوا عندهم ثقافة الربح والانتصار. احنا السنة بإذن الله نربح. توقعك نتيجة الماتش النهائية ومين يسجل؟ بالنسبة لي 1-1 أو 1-0، لأن الأهلي فيها تسجيل. بس ماما الأهلي مستحيل أن نجيب أكثر من جول في الترجي. أنا عندي الشك بإذن الله، أكيد مو شك، عندي إيمان قوي بأن الترجي راح تجيب هدف، والهدف هو راح يسجله رودريغيز وينجم يسجله مرياح أوتوغاي ركنية وهدف.